صار لي بصنع على حالي حوالي 45 سنة أصيد سمك وأبيع. بعدين شي من حوالي 30 سنة تقريبا 35 سنة صرت أنزل سمك على السوق وأبيع لحالي وأشتري من الصيادين. الصيد من أبوي تعلمته، كان هون يبيعوا سمك أخيو، تعلمت منهم واشتريت وصرت أشتري من الصيادين لهالتاريخ هذا. يعني صار لي بالزاوية هون واقف أنا بهالزاوية هاي شيء عن نقول 35 سنة. كنا أول نضرب دلميت كمان، نصيب بالدلميت ونصيب بالشبك مليان، يعني ضربك دلميت يطلع نص كميون. كنا نوزعه مثلا على التجار، يجي على من الحسكة ومن القامش دي نبيعهم سمك. السمك رخيص كان لغاية معينة، يعني تصور يعني في يوم من الأيام كنا نعطي للصيادين التجار سمك بالجبن، من كان رخيص كان كتير